سلام الغزالة الدياولي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبأحوال جيدة. اليوم ان شاء الله بإذن الله كي تتشوفوا معايا بعيدا عن على الطبخ وعلى الكوزينة وعلى الوصفات، غادي نشارك معكم واحد الخريجة اللي صراحة رائعة بزاف بزاف، وواحد المكان اللي غادي ينال الإعجاب ديالكم انا متأكدة، واكثر يا وليداتكم. بالنسبة للناس ديال مراكش، هاد البلاصة البنات جات في طريق اكادير، ما بعيدش بزاف نهائي، غير كتفوتوا مرجان ديال طريق اكادير على يديكم اليسار، كتوصلوا الفخاره او البلاصه اللي كيقادو فيها الفخار، كدوروا على ديك الدوره حدا ستاسيون، كاينه واحد الشانطي كدوروا عليه، كتمشيو طواله وحده البنات، ما عندكم فين تدرو، وخدموا جي بي اس راه كيديكم ديريكت. بالنسبه لهاد البلاصه البنات سميتها دار بوفارس او ضيعه بوفارس، صراحه واحد المكان اللي هو رائع، مكان اللي كيبغي الهدوء، كيبغي الطبيعة، وكيبغي الأجواء ديال البادية أو العربية، غادي يعجبكم بزاف بزاف هاد البلاصة، وكيف قلت لكم غادي تعجب وليداتكم. هكا كفكرة، كيف قلت لكم إلا بغيتو تخرجوهم هكا في الويكاند في العطل، كي تتعرفوا راه الوليدات الصغار حتى هما مساكن كيقنطوا بزاف بزاف. المهم غزالتي، بلا ما نطول عليكم في الهضرة، غادي نخليكم معايا وخليكم مع الفيديو حتى الآخر باش تكتشفوا معايا هاد البلاصة. ترجمة
بالضبط بالضبط هاد البلاصه عجبتني بزاف بزاف. كيف قلت لكم واحد الجو ديال الباديه، واحد الجو ديال العربيه، واحد الجو اللي افتقدناه الصراحه مش حال هادي ما عشناهش. اش غادي نقول لكم البنات، انا متاكده ان غادي تنال الاعجاب ديالكم هاد البلاصه، وبزاف بزاف غادي تعجب وليداتكم. وكي تشوفوا الطبيعه الصراحه مكان اللي هو رائع بالنسبه اللي كيبغي الهدوء، كيبغي شي بلاصه اللي يرتاح فيها ويهرس فيها الروتين ديال سيمانه كامله. المهم البنات، بالنسبه للاثمنه، الاثمنه راها ريزونابل، زعما ماشي شي اثمنه اللي هي بزاف اللي غاليه او لا زعما خياليه، اثمنه في المتناول ديال الجميع. وبالنسبه للالعاب راه كتخلصوا 20 درهم للوليدات وكيلعبوا حتى تيسخفوا النهار كامل، شتي واخا تجيو تضلوا النهار كامل تتخلصوا ديك 20 درهم وتيبقاو يضلوا النهار كامل وما تيلعبوا. بالنسبه لبيسين في الصيف البنات دايرين 50 درهم واقيله ما متاكداش، ولكن هادشي اللي شفت 50 درهم للوليدات الصغار و100 درهم للكبار. وصراحه كي قلت لكم مكان اللي هو رائع، زوروه ورطوا عليا في لي كومونتير واش عجبكم واش عجب وليداتكم. المهم غزالاتي غادي نوقف معكم الفيديو وغادي نقول لكم بسلام عليكم، وما تنساونيش بواحد اللايك واشتركوا في القناه الا كنتم مشتركينش، واش اخر وما تحرمونيش من لي كومونتير ديالكم الزوينين. ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات نشارك معكم هاد الاماكن اللي كنمشي ليهم، وكيعجبكم بحال هاد لي فلوغ قولوها لي في لي كومونتير، وان شاء الله باذن الله نبقى نصور لكم هاد اماكن بحال افكار فين تجي وليداتكم هكا تخرجوهم في الويكاند، تخرجوا هكا مع العائله، بلايص اللي هما عائليين وزعما في المستوى، بلايص اللي هما زوينين وفيهم هكا فضاءات للاطفال. المهم البنات، بسلام عليكم وفرجة ممتعة، وما تنسونيش من اللايكات. بسلامة.